فائز بالمركز الأول بمسابقة جامعتي بعدستي. أشكر الدكتور رئيس جامعة الكفيل دكتور نورس، وأشكر كل اللي أقاموا على مسابقة جامعتي بعدستي وشعبة الإعلام والنشاطات الطلابية، واللي أشرف عليه الأستاذ المساعد الدكتور فراس العصفور. هذه المسابقة كانت هدفها أنه نبين الجزء الأجمل أو الجانب الأجمل بجامعتنا، وحبيت أنه يكون أن نوسع بهاشتاج أنه جامعتي بعدستي لكل شخص يدخل بها عليها أو على هذا الهاشتاج راح يشوف الجانب الحلو واللي موفرته أن الجامعة من أروقة الجامعة، بناياتها، مستلزماتها اللي جدا جميلة. أهني زملائي الفائزين وطبعا كل اللي شاركوا، كانت صورهم جدا جميلة. فزت بالمركز الثاني. طبعا أشكر الدكتور نورس على هذه المبادرة مبادرة جميلة. طبعا هذه المسابقة تنمي قدرات الطالب وتكشف جميع المواهب الموجودة. نتمنى تتكرر هذه المسابقة. شاركت بمسابقة مع عدستي. طبعا بالبداية شكر وتقدير لجناب الدكتور نورس الدهان ولجميع الكادر التدريسي. كانت مسابقة حلوة والحمد لله حصلت على المركز الثالث من أصل 71 مشارك. نتمنى تتكرر إن شاء الله هيك مسابقات، يعني تدعم الطالب وتكون مثل هيك ظروف، يعني ظروف صعبة مثل ما تعرفون الوضع، يعني والتعليم كان إلكتروني بسبب الوضع جائحة كورونا. ونشكر جامعة الكفيل ونشكر الكادر التدريسي، وأيضا نشكر جناب الدكتور على هذه المبادرة. شكرا جزيلا.